فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الإخوة يتساهل في أخذ بعض الكتب التي ينساها أصحابها في المسجد، أو أنه لا يجد كتابه فيجد كتابا آخر فيأخذه مكانه، فهل هذا جائز؟ لا، الذي ما هو ليس لك لا يجوز لك أن تأخذه إلا بإذن صاحبه. يمكن يجي يرجع ياخذ كتابه. لا تأخذ شيء للناس، لا في المسجد ولا في غيره، إلا بإذنهم وسماحهم لك بذلك. نعم.